نمسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين. الأجواء الحالية أجواء حارة وتصل درجات الحرارة حاليا في معظم المناطق البرية ما بين 41 إلى 45 درجة مئوية، وتنخفض عن هذه المعدلات على المناطق الساحلية، تصل فيها درجات الحرارة حاليا ما بين 36 وال 39 درجة مئوية. هواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة، قد تصل سرعة الرياح خلال نهار هذا اليوم ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة، مع تحول تدريجي في اتجاه الرياح إلى رياح شمالية غربية خلال نهاية هذا اليوم، راح تكون ملحوظة أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة. أيضا أعزائي المشاهدين، لاحظ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالأيام القليلة الماضية، وصل ما بين 4 درجات إلى 6 درجات مئوية، وهذا كله بفعل تأثر البلاد بأنظمة جوية ضعيفة، وخاصة مع دخول كتلة هوائية معتدلة دخلت علينا خلال اليوم الماضي وأدت إلى هذا الانخفاض الملحوظ. متوقع أن هذه الأجواء المعتدلة إلى الحارة قد تستمر معنا حتى يوم الغد، من بعدها راح نلاحظ ارتفاع أيضا، راح يرجع مرة ثانية في درجات الحرارة، وقد يعاود أيضا وصوله إلى 50 درجة مئوية. أما بالنسبة لدرجاتنا الحالية أو أجواءنا الحالية في مدينة الكويت، أجواء مشمسة مع عبور لبعض السحب المتفرقة، رياح حاليا جنوبية شرقية سرعتها 6 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة حاليا 42 درجة مئوية، لكن المحسوسة تصل إلى 40 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 14%، والرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة، أجواء راح تستمر معنا مائلة للحرارة، وقد تصل درجات الحرارة بشكل عام في معظم المناطق البرية ما بين 30 و 33 درجة مئوية، مع استمرار الهواء الكوس خفيف إلى معتدل السرعة 8 إلى 26 كيلومتر في الساعة. متوقع أن أيضا هذه الأجواء راح تستمر معنا في صباح يوم الغد، مع أيضا درجات حرارة تتفاوت ما بين 31 و 33 درجة مئوية، أجواء راح تكون مشمسة وأيضا راح تكون حارة في نهار يوم الغد، وقد تصل درجات الحرارة في المناطق الساحلية ما بين 42 و 44 درجة مئوية، أما بقية المناطق قد تصل فيها درجات الحرارة ما بين 44 و 47 درجة مئوية. الهواء الكوس راح يكون مستمر معنا حتى نهاية نهار يوم الغد، من بعدها راح نلاحظ تحول تدريجي في اتجاه الرياح إلى رياح شمالية غربية، راح تستمر معنا خفيفة إلى معتدلة السرعة خلال يوم الغد. أما بالنسبة لأجواءنا البحرية، البحر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، يصل ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 أقدام، والتيارات المائية لا زالت في فترات الفساد، أجواء لطيفة ومناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة والهوايات البحرية. أما بالنسبة للمواقيت، حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفير الساعة 3:14 دقيقة، شروق الشمس الساعة 4:50 دقيقة، وموعد أذان المغرب الساعة 6:51 دقيقة. أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، أجواء راح تستمر معنا مشمسة مع عبور لبعض السحب العالية المتفرقة خلال يوم الغد، مع هواء راح يكون في بداية اليوم جنوبي شرقي خفيف إلى معتدل السرعة 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة، من بعد نهاية نهار يوم الغد راح نلاحظ تحول تدريجي في اتجاه رياح إلى رياح شمالية غربية، راح تستمر معنا خلال الأيام اللي بعدها. أما بالنسبة لدرجات الحرارة فالعظمى المتوقعة في مدينة الكويت قد تصل إلى 43، أما الصغرى 33 درجة مئوية، وقد تزيد عن هذه معدلات في بعض المناطق خاصة الصحراوية والمكشوفة. الهواء الشمالي الغربي راح يكون ملحوظ أكثر في يوم الأحد 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة، متوقع أنه راح تتراوح سرعته. أما بالنسبة لدرجات الحرارة فالعظمى المتوقعة قد تصل إلى 46 درجة مئوية في مدينة الكويت، لكن قد تزيد عن ذلك في المناطق الصحراوية والمكشوفة، أجواء قد تكون شديدة الحرارة خاصة خلال فترة الظهيرة. أما الصغرى المتوقعة 35 درجة مئوية، هواء شمالي غربي نشط على فترات في يوم الاثنين والثلاثة والاربعاء، مع اجواء قد تكون مغبرة على معظم المناطق بفعل نشاط الهواء الشمالي الغربي، قد تصل سرعة الرياح في يوم الاثنين ما بين 15 الى 42، اما في يوم الثلاثة 20 الى 50 كيلومتر في الساعة، وفي يوم الاربعاء 15 الى 45 كيلومتر في الساعة، ودرجات الحرارة العظمى قد تتفاوت ما بين 43 وال 44 درجة مئوية، اما الصغرى المتوقعة قد تتراوح ما بين 34 وال 36 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي جولتنا الجوية، وأترككم مع هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.